وسهلا بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأورك بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فأرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا ولنواصل أكثر. اليوم غنديروا مقطع من أغنية شمس العشية، مقطع انصراف نوبة المايا. هذا انصراف اللي غنديروه على السي سويت. طبعا غناخدو المقطع الأساسي اللي هو يغنى في الحفلات والأعراس، وغناخدو معاه كذلك الموسيقى المعروفة ديالو، فابقوا معنا لتستفيدوا. هي شمس العشية هي قطعة طويلة، ولكن حنا غناخدو من مقطع الانصراف، مقطع الانصراف اللي في نوبة المايا اللي كيبدا هنا من المي. من المي هي كتسمى نوبة المايا، يعني مقام مثل الكرد. ثم ناخذ المقطع الاول، تبداو من صول من هنا. يا شمس العشية أمهل تغب بالله رفقا، هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا، ترفق عليا أني في المالح قد زدت عشقا. هنا كنمشيو للانتقال الثاني، الجملة الثانية يعني في الانتقال. غادي ناخذ إيقاع انصراف على سرعة 100 أي سي سويت. يا شمس العشية أمهل تغب بالله رفقا، هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا، ترفق عليا أني في المالح قد زدت عشقا. غناخذو لهاد المقطع، فغناخذو الانتقال في ترفق عليا أني في المالح قد زدت عشقا. فغنعاودو هاد البلاصة من الواد المذهب ونكملو. الواد المذهب، الواد المذهب، الواد المذهب، الواد المذهب، ووجه المالح مثل الثريا، والساق مؤدب يسقي بالأواني البندقية، صففوا القطع وزيدوا واغنموا هاد العشية، صففوا القطع الان غناخذوا هذه الجمله هذه كنطلعوا للدو. شوفوا فيها واحد الالتيراسيون وهي السي بيمول، كتكون فقط باساج السي بيمول. صففوا القطع وزيدوا واغنموا هاد العشيه، صففوا القطع وزيدوا نغنموا هاد العشيه. هذه الجمله حاولوا تدربوا عليها. نعاودوها مره اخرى. صففوا القطع وزيدوا نغنموا هاد العشيه، صففوا القطع وزيدوا نغنموا هاد العشيه. ثم كنعاودوا الموسيقى بوحدها. كلنا كأس في يد يغتنم ساعة هنية، كلنا كأس في يد يغتنم ساعة هنية، والمالح قلبي يريد ينشرح بين يدي، والمالح قلبي يريد ينشرح بين يدي. الآن غنعاودوا هذا المقطع هذا مع الإيقاع. صففوا القطع وزيدوا نغنموا هاد العين
حاشية صحيحوا القطعة وزيدوا نغنموا هاد العشية. كذلك هنا واحد الانتقال هنا فاش نوصلوا هنا كنمشيو للمي وكانوا والقاطع بيني وبينه ولعيدا تصنع تواشي وكنرجعوا قربوا حبي الي عطفوا عطف الحواشي قربوا حبي الي وعطفوا عطف الحواشي. نعاودوا هذا المقطع هذا والقاطع بيني وبينه والعيدا تصنع تواشي قربوا حبي إلي واعطفوا عطف الحواشي قربوا حبي إلي واعطفوا عطف الحواشي. كما لاحظنا هذا المقطع كاين فيه واحد التغيير بسيط يعني لاحظوه. غنعاودوا الآن هذا المقطع ديال صففوا القطعة وزيدوا من هذا المقطع صففوا القطعة وزيدوا نغنموا هاد العشية صففوا القطعة وزيدوا نغنموا هاد العشية كلنا كاس في يدو يغتنم ساعة هنية كلنا كاس في يدو يغتنم ساعة هنية والقاطع بيني وبينه والعيدا تصنع تواشي قربوا حبي إلي واعطفوا عطف الحواشي قربوا حبي إلي واعطفوا عطف الحواشي أنا كلي ملك لكم ساداتي هذا المقطع هو المقطع الموسيقي المعروف في شمس العشية.
وانا الان غنحاولوا كذلك هو نفصلوه بشويه. فكنبداو من مي دائما، ثم كنمشيو من سي، هذا مثل كندوز واحد الباساج مثل حجاز على المي، مثل حجاز على المي، تدخل فيه السول دياز. ف واش نكملو؟ تنكملو الان غنعاودو هذا المقطع مع الايقاع. فاش كنديروا هذا المقطع ده ابرز وجهكم جميل، يعني الكماله. فطبعا الاغنيه كتبقى عاوتاني غدا طويله، حنا اكتفينا بهذا القدر هذا من هذا القدر من المقطع ديال الشمس العشيه لانها طويله جدا. فالان غنعاودوها كامله من الاول حتى الاخر باش تاخذوا على فكره عامه. يا شمس العشيه ترجمة
الى اخره يعني كتبقى تكمل القطعه. فحنا خدينا هذا المقطع هذا فقط باش تاخذوا عليه فكره كامله، وكنتمنى لكم الاستفاده، والى اللقاء في حلقه قادمه.